السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قاعدة في دقيقة إن شاء الله مع عنوان الأول في مراجعتنا اسم الفاعل. كل الطلاب يسألون اسم الفاعل، كيف تجي ست الوزارة؟ استخرج يا صو. فدائما الطالب لازم يتدرب على أنه استخرج. شو أسهل طريقة لاستخراج؟ اسم الفاعل هو الفاعل في المعنى وليس في الإعراب، فلا تعرب يا إعراب فاعل، إنما له وزن، له اختصار. ناصر معلم، ناصر فاعل، معلم من مضموم كسر من قبل الآخر، تدل على صفة من قام بالحدث، يعني فاضل صفة مشبهة. بينما اسم فاعل زي واقف، جالس، ذاهب، هذه صفة غير ثابتة غير دائمة يا صديقي. الآن صياغة، كيف أصيغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي؟ قلنا المفتاح تبعه كلمة ناصر، كلمة ناصر، هذا هو المفتاح الذهبي لها. إذا الطالب أول ما بيشوف كلمة ناصر لازم يذكر وزن فاعل، فدرس، دارس. انظر معي هنا صديقي، وقال قائل، صام صائم، هام هائم، عام عائم، هال هائل، رد راد، عد عاد، شد شاد، مد مد، كوى كاون الكاوي، روى راون الراوي، هوى هاون الهاوي، أمر آمر، شو رأيك؟ أهل آهل، أسف آسف، هذه كلها أسماء فاعل صديقي. أما آم ولا آمين البيت الحرام، ومثلا أن آن على جرحه، فدير بالك هذا اسم الفاعل من الثلاثي على وزن ماذا؟ على وزن فاعل يا صديقي. إذا ناصر فاعل، ناصر معلم، المفتاح الثاني ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. شوفوا الطريقة مباشرة، نحضر مضارع ونقلب حرف المضارع ميم مضمومة ونكسر ما قبل الآخر يا صديقي. ماذا نفعل؟ فعلم يعلم، معلم، كسر يكسر، مكسر، حطم يحطم، محطم. لاحظ معي صديقي، لو كانت اخترع يخترع، مخترع اشترك يشترك، مشترك احترم يحترم، محترم أو محترم اسم مفعول يبقى. اقتضى مقتض المقتضي. الآن لو قلنا اهتدى مهتد المهتدي، ارتوى مرتو المرتوي. إذا ناصر معلم هو المفتاح الأساسي، وتذكر استخرج وصوغ هما الجزء الأساسي، ونحن نقول عن الفاعل في المعنى وليس في الإعراب.